أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المقصود بالإيمان الكامل؟ لأن في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيمان على قسمين: إيمان كامل وهو إيمان الأنبياء والرسل ومن أكرمه الله بكمال الإيمان، وإيمان ناقص وهو إيمان العصاة والفساق من المؤمنين، هذا ناقص. فقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، المراد الإيمان الكامل، المراد بذلك الإيمان الكامل. فمن كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. نعم. ما هو معنى أنك إذا ما أحببت لأخيك ما تحب لنفسك تكون كافر؟ لا، تكون ناقص الإيمان. نعم.